السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة الأطفال نقدم لكم الخجل عند الأطفال، الأسباب والعلاج. الخجل عند الأطفال، أسباب الخجل: التقليد، التربية القاسية، النقد الشديد والإهانة، مخاوف الأم الزائدة، التدليل المفترض. بعض الحلول: الثناء على الأشياء التي تميز الطفل وإنجازاته حتى لو قليل، إخبار الطفل بنقاط القوة لديه ومحاولة التقليل من نقاط الضعف، عدم مقارنة الطفل، توفير الحب والحنان للطفل والتعامل معه على أنه صديق، عدم نقد الطفل باستمرار خاصة أمام الغير، عدم إجبار الطفل على التعامل مع الآخرين إن كان لا يرغب في ذلك بل نعطيه الوقت لكي يستطيع، تشجيع الطفل على الاشتراك في المناقشات الأسرية والتعبير عن رأيه، الاستماع إلى مشاعر الطفل وما يفكر به لتمكن من مساعدته، تمثيل لعبة الضيوف فمن خلالها يعتاد الطفل على تواجد الضيوف ويتعلم كيف يتعامل معهم. يمكنك أن تقول أهلا بك، ما اسمك، حتى يعتاد الطفل على الأمر. أعلمه بما سيحدث في مناسبة معينة ومن سيحضر وغيرها من الأمور حتى يكون على استعداد. الالتحاق بروض الأطفال لتساعده في تنمية مهاراته الاجتماعية والتخلص من الخجل. التشجيع على ممارسة الرياضة، اللعب مع أطفال أصغر منه بعام أو اثنين على الأكثر ليشعر بالقيادة لا التبعية. لا تصفيه بالخجول أبدا ولا تقول أمام الآخرين ابني خجول جدا، عندئذ سنقتنع الطفل بأنه خجول ويصبح كذلك.